تتواصل متعة على قناة نسمة. وبعد مباراة البارح بين الأمل الرياضي بالمرنقية والجمعية الرياضية بجبل برقو لحساب الجولة الرابعة من بطولة نسمة سوبر ليج القسم الثاني، تحولت اليوم كاميرا قناة العائلة للساحل لتغطية قمة الجولة الخامسة لبطولة نسمة سوبر ليج القسم الأول بين الأمل الرياضي بالساحلين وضيفه النجم الأحمر بسوسة. مباراة تعتبر مهمة للزوز فرق اللي يطمحوا للعب الأدوار الأولى للتتويج بالبطولة. الضيوف يقدموا في بداية موسم استثنائية، وين يعتبر النجم الأحمر بسوسة صاحب صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد زوز انتصارات على قصر الهلال ب8 بلاش وعلى النادي الرياضي الشابي ب2 بلاش، قبل ما يتعثر الفريق أمام إف سي مساعدين بالتعادل 2-2. أما بالنسبة لأصحاب الأرض فيحتلون المركز الخامس برصيد 4 نقاط حصدهم الفريق بعد انتصار ضد قصر الهلال ب5-0 وتعادل ضد إف سي مساعدين، في حين تلقى الفريق زوز هزائم. إذن مباراة مهمة للزوز فرق، والأكيد أن الدعم الجماهيري باش يكون عنده أهمية كبيرة، لذا نأمل أن تدور المباراة بكنف الروح الرياضية والفوز يكون للأجدر. إن شاء الله الروح الرياضية تكون حاضرة في المباراة هذه وفي كل المباريات في الحقيقة. على كل خليني نذكر بترتيب المجموعة السادسة لحساب مجموعة الوسط الخاصة بالقسم الأول. ديما في الصدارة ريد ستار سوسة النجم الأحمر 7 نقاط، مستقبل وردانين زوز انتصارات 6 نقاط، الأهلي الساحلي زاد 6 نقاط، في المرتبة الرابعة إف سي المسعدين برصيد 5 نقاط، الجمعية الرياضية بقصر الهلال عندها 4 نقاط، المرتبة بل الأخير الأمل الرياضي بالساحلين نفس الرصيد من النقاط 4، والمرتبة الأخيرة للنادي الرياضي الشابي. بالنسبة للزوز فرق اللي باش نعديهم اليوم، الجمعية الرياضية بالقصر الهلال كانت انهزمت في المباراة الجولة الفارطة الجولة الرابعة بخماسية نظيفة 5 بلاش أمام الأمل الرياضي بالساحلين. وبالنسبة لريد ستار سوسة كان تعادل 2-2 مع فريق إف سي المس سعدين في الجولة الفارطة. نحب نذكر البارح كنت زاد على موعد من خلال نقل مباراة المستقبل الرياضي بجبل برقو والأمل الرياضي بالمرنقية. ديما نحاولوا ندخلوا لكامل ولاية الجمهورية التونسية، نحاولوا نوصلوا صوت جميع الفرق المنضوية تحت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سواء القسم الأول أو القسم الثاني. باش نغطيو زادة المفاجأة هي كرة القدم المصغرة النسائية اللي باش تنضاف زادة لقناة نسمة وأيضا الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة من خلال تغطية هذه المباريات لأول مرة في تونس وفي النقل المباشر لكرة القدم المصغرة. نحب نعطي النتائج الحينية بالنسبة للأشواط الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مستقبل جابس في ملعب جابس المعشب 1-1، نجم رياضي الساحلي كان افتتح النتيجة من ضربة جزاء عن طريق ياسين الشيخاوي. مروان السعيدي عدل لمستقبل جابس 1-1 نهاية الشوط الأول. في المباراة الثانية اتحاد تطاوين أنهى الشوط الأول ب0-0 أمام الملعب الجيبسي في الشوط الأول. في انتظار بقية متابعتنا للأشواط الثانية من مختلف نتائج البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ديما نحكيه على الجولة 11، وكنت البارح تابعت نتائج الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والدفعة الأولى من خلال نادي رياضي البنزرتي أكبر مستفيد بعد ما فاز على الاتحاد المنسيري 3-1، نتيجة ممتازة جدا لأبناء قرش الشمال النادي الرياضي البنزرتي. على كل الليلة إن شاء الله باش تكونوا على متعة القمة والإثارة والكورة الحقيقية اللي باش تجمع بوكا جونيور بريفر بليت 8:30 إن شاء الله بتوقيت تونس. مباراة باش تكون كبيرة برشا والعالم الكل يتبع المباراة هذه بعد ما تأجلت في أكثر من مناسبة. مباراة الذهاب تلعبت في 11 نوفمبر انتهت 2-2، أحداث العنف أكيد ساهمت في تأجيل المباراة في أكثر من مرة وتم نقلها إلى إسبانيا مع معقل النادي الملكي سانتياغو برنابيو. على كل هذه صور مباشرة من ملعب المباراة، إذا كان الصورة جاهزة قاعدين نتابعوا في الصور المباشرة من ملعب المباراة اللي باش يحتضن بعد شوية كما قلت مباراة لحساب الجولة الخامسة من بطولة نسمة سوبر ليج. خلينا نمشيو
للزميل فخري الطاهري للتعليق على مجريات الشوط الأول. ليك الزميل العزيز أحمد الفريقي. مشاهدين الكرام أوفياء الرياضة، رياضة كرة القدم المصغرة أو ما يسمى بالميني فوت، أوفياء رياضة عبر قناة نسمة، البطولة من جديد وهذه المرة في إطار جولة الخامسة المجموعة السادسة من الأمل الرياضي بصحليين في مواجهة النجم الأحمر بسوسة، ديربي الساحل. في هذه المواجهة باش نكتشفوه باش نتفرجوا فيه باش نراو شنو حضر كل فريق، أولاد الحومة أولاد البطحة، ذكريات تعاد من جديد عبر هذه البطولة. يلا نمشي ونكتشفوا تشكيلة أزوز الجمعيات أزوز الفرق في مباراة اليوم كما قلنا الأمل الرياضي بصحليين والنجم الأحمر بسوسة. تشكيلة الضيوف النجم الأحمر بسوسة، تشكيلة باش نكتشفوها الآن. نلقاو سعيد صافي في حراسة المرمى مع العروسي قصيعة، أحمد المثلوثي، سامي بن سعد، أيمن السفيح، محمد خليفة، محمد أمين قرماني، ياسر جوادي، أشرف عياش، حمزة شهابي، إبراهيم العوني، محمد بن غانم، حبيب الصغير، فارس حمودي، محمد المادوي، والمدرب تكتيك الخريطة الفنية الأسعد غرس. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بسحلين في هذه المباراة، عمر أحمد مع صدام سعيد، وسام بن جبرة، حسام عمارة، مادي العفلي، الهادي فالح، جوهر الرحيم، مروان عمامو، بوراوي شتيوي، بلال بن خليفة، سيف جبالي، أمين الجملي، منتصر الألولي، وتكتيك الخريطة الفنية التجاني العياشي. نمشي وتول طاقم تحكيم مباراة اليوم، حلمي الذوادي حكم أول مع عماد الحمدي وميسل جوعاني، يعني كما قلنا يعني العنصر النسائي موجود في التحكيم وكذلك باش يولي موجود في كرة القدم المصغرة ابتداء من الأسبوع القادم باش يكون النقل المباشر وباش نكتشفوا يعني المهارات الكروية النسائية عبر قناة نسمة. توا رينا زوز التشكيلات باش نراو كرة وباش نراو الفرجة بعد حين باش نراو كما قلنا ديربي الساحل بين الأمل الرياضي بالسحلين اللي نلقاوه في المرتبة الخامسة، عنده في خزينته 4 نقاط في المقابل النجم الأحمر بسوسة المرتبة الأولى المتصدر ب7 نقاط، يعني فارق النقاط بين زوز جمعيات. النجم يتقدم ب3 نقاط على مستوى الترتيب على مستوى الخزينة. اليوم ممكن الأمل الرياضي بالسحلين يقولك ناخذ باي وهي تنطلق المباراة الآن في هذا الشوط الأول أول لحظات. كما قلنا بالنسبة للسحلين يقول لك نلعب في ميداني نحاول نكسب ريان 3 نقاط، في المقابل النجم الأحمر بسوسة اللي ملا يعني 3 نقاط يزيد بهم في رصيده تولي 10 نقاط، وقتها تولي الأمور على العال وتمشي الماكينة خطوة خطوة في الطريقة الإيجابية. رمية التماس للنجم الأحمر بسوسة من اللاعب رقم 6، نلقاوه على الجهة اليمين وزع كرة من جاسر جوادي، اختير كرة أولى الهجمات وكرة ترجع من الدفاع والهجمات والومضات الهجوميه للنجم الاحمر بسوسه المتصدر. كما تسمعوا يعني بعض ممكن من الجماهير اللي قاعده تحاول تشجع تعطي زياده توصيات خاصه وان هذه اللعبه صحيح المدرب عنده الكلمه نتاعو عنده التكتيك نتاعو، لكن زياده جمهور والدفع يعني المعنوي موجود في مثل هذه المباريات. نمشيو بطبيعة باش نحكو بما أن المباراة اليوم في الساحل السحلين اللي بطبيعة مدينة تقع مدينة السحلين في الوسط الشرقي للجمهورية التونسية، يحدها شرقا وهي كرة خطيرة تمشي كرة من جهة تخرج، يحدها شرقا مدينة المنسير والبحر الأبيض المتوسط، وغربا سيدي عامر والثريات، وشمالا مدينة سوسة. هذه يعني بطبيعة كما قلنا التقديم الأول لهذه المدينة، تمشي كرة ملعوبة لكن تخرج ولا لا، الكرة تبقى في الميدان، التسديد ولا التسديدات للأمل الرياضي بسحلين من اللاعب رقم 11 بوراوي شتيوي. كما قلنا نلقاو اليوم في تشكيلة ممكن الأمل الرياضي بسحلين أبرز يعني الملاعبية اللي عندهم مهارات كبيرة برشا على غرار منتصر الهلولي الملقب بلغة الكورة القارح، يعني اللي يحاول يعني يفك كورته بطبيعة في إطار الروح الرياضية.
قيدوم فريق لما رياضي بالسحليين يلا باش نكتشفوه ونشوفوا شنو اللي عنده الكاميرات تصور فيك. وانت ورينا الكرة بين ساقيك هاي تمشي كرة التبادل الكرة الأرضي في المحطة الدفاعية للسحلين، ترجع لي من جديد بوراوي يبدل حارس مرميه صديم سعيد، صديم شنو يعمل كرة قصيرة، تبادل كرة أرضي للسحلين الألوان الصفراء في مناطق تتحرك وهي كرة تتفك وترجع للنجم الأحمر بسوسة، ملعوبة الكرة الأخيرة من اللاعب أمين الجملي، ما زالت الكرة الحكم يقول فما المخالفة تقريبا في وسط الميدان لفريق النجم الاحمر بسوسة، باش يلعبها دائماً للفريق محمد خليفة، يرجع مع الزميل والكرة الى حمزة الشابي، بدل عجاء اليسار يحاول يعمل مراوغة تتفك وتمشي من جديد للنجم الاحمر، قدام النجوم تتحرك الكرة تمشي من جديد، تخرج الكرة ركنية، اولى الركنيات في ثلاثة دقائق منذ انطلاق هذه المباراة كما قلنا في إطار الجولة الخامسة المجموعة السادسة بين الأمريات بالسحلين اللي عنده أربع نقاط نلقاه في المرتبة الخامسة، والنجم الأحمر بيسوس المتصدر بسبع نقاط، تمشي كورة تتفك من الجيل للنجم الأحمر كورة، واحد اثنين بين محمد خليفة ثم حارس مرمية من جديد، يبدو لي يعني بالنسبة للنجم الأحمر بيسوسة قاعد يضغط ممكن قراءة اللعبة، عنده فكرة خاصة وأن الموسم الفارت كانت يعني فما مواجهات يعني حتى في فرق البطولة نسمة سوبر ليج توا حتى الملعبية حفظوا بعضهم، هذاك علاش كما قلنا يعني ميني فوت اللي أصبح وسيلة الانفتاح بين كل المناطق وكذلك وسيلة باش يتعرفوا زيادة الملعبية على بعضهم، جوارات الصحاح أولاد الحومة أولاد البطحة من كل شبر في وطن تونس، مشي كورة من حارس المرمى من أحمد مثلوثي، كورة ما زالت عند اللاعب حمزة شابي يدور بها يرجع بها إلى زميله من جديد سامي بن سعد كابيتانو، التمريرة مختها تمشي للسحلين، رمية التماس أولاد للنجم الأحمر بسوسة إلى فريق الريد ستار، كورة رمية التماس يبدلها كلين على الجهة اليسار، يتحرك برشا على اطراف بالنسبة للنجم الأحمر بسوسة خاصة من خلال يعني القراءة الفنية اللي قاعدين يلاحظوا فيها من منذ البداية لحدود الدقيقة الرابعة، يتحرك على اطراف يحاول تكون الهجمة مباغتة وتمشي كرة، الحكم يقول رفع الساق مخالفة باش تمشي لفريق الريد ستار أو النجم الأحمر بسوسة، كما نراو حتى في المدرب قاعد يعطي في توصياته يحاول يعدل الفريق يعدل الخطط التكتيكية، كرة مرفوعة في اتجاه حارس المرمى يربح المخالفة يلعبها في اتجاه مهدي العفلي، كرة في وسط الميدان لكابيتانو الفريق وانتصر الهلولي، ثم تمشي كرة يحاول يمشي على اليسار تفكلوا كرة، كرة الأخيرة والمحاولة كانت من اللاعب رقم 12 للنجم الأحمر بسوسة إبراهيم عوني، تمشي كرة من جديد على الجهة اليمين، إذا يسجل بطبيعة الساحلين نجم وقتها نرفعوا له من معنوياته عن طريق يعني باش تكون دخلة خاصة للفريق بطبيعة صاحب ديار الأمل الرياضي بالساحلين، تمشي كرة بطبيعة نتمناو المباراة تكون مشوقة بين الزوز أطراف، النجم الأحمر بسوسة زيادة ماذا بينا يسجل يعني اللي باش يسجل باش يحل اللعبة باش يحاول يعني التكتل الدفاعي اللي قاعدين راو فيه ممكن في بعض الحين تتحل يعني اللعبة بلغة الكرة وتولي هجمة بهجمة فرصة فرصة وكرة ركنية للأمر الرياضي بالسحنير باش يتولى التنفيذ، حسام عمارة ياخذ راحته يحاول يركز يهز راسه ثم يمررها، ممتازة التزيدة ممتازة التزيدة وكرة تمشي رمية التماس هو يخلط على الكرة، يعني أخطر فرصة النجم نقوله منذ بداية الشوط الأول كانت من أقدام للسحلين ركنية ملعوبة ثم الهادي فاتح يضرب كرة لكن حرس المرمى يؤجل التزيد الأخيرة، تمشي كرة للنجم الأحمر بسوسة عجل اليمين ثم إلى حرس مرمى السحلين من صديم سعيد، تمشي كرة على الجهة اليسار هذه المرة من بوراوي، بوراوي كرة ترجع من إبراهيم عوني، إبراهيم عوني خرج كرة إلى رمية تماس، بما أنه يعني نجم نقولوا ريتم المباراة ما زالت انطلاقة ما زالت البداية
الصغلو يعني نعتو حتى لمحة على التأسيس الزوزة للجمعيات بما أنه نقل تلفزي وفرصة زيادة باش نعرفوا بمثل هذه الجمعيات اللي بتبيعة السنة باش يخذ حظها وإن شاء الله بعض الرو العديد من الملاعب مش حتى بعض الملاعب خاصة وأنه تو نتفرجوا في صحيح في زوز فرق من الساحل لكن نعرفوا اللي فما برشا عندهم برشا كورة في ساقيهم سواء من مدينة المنسيرة وكذلك من سوسة بالنسبة لتاريخ تأسيس الساحلين الفريق هذا كان 15 فيفري 2016. رئيس الجمعية عبد الكريم عطية نائب الرئيس وسام بن يحيى نشكرهم زيادة على التعاون القوي منهم حتى في المعلومات في المقابل نحكي زيادة عن النجم الأحمر بسوسة الفريق الضيف تأسس في 2016 ثالث فريق يقع تأسيسه في الساحل بعد الوردانيين والساحلين وهو يعني من أول 10 فرق تأسست في تونس أسست نجم نقول الميني فوت كرة القدم المصغرة رئيس فريق سي عصام محجوب وهي كرة تمشي أو التمهيد ثم تزيد في مرة أولى لكن تمشي كرة من جديد رمية تميس للنجم الأحمر بسوسة الحكم يقول مخالفة كرة على كرة هنا مشيت للتماس لكن الحكم بتبعه هو الأقرب وهو القاضي للمباراة تمشي كرة ملعوبة من جديد في المحطة الدفاعية للنجم الأحمر بسوسة من محمد خليفة نجم يقول قائد المحطة الدفاعية خاصة والوقت تبدأ كرة بحوزة فريق الرادة السار تبدأ يعني الكرة من حارس المرمى في اتجاه محمد خليفة يعني وكأنه حال المدرب لسعد غرس شهيرة كما قال هو بلي يقولها ما يساش نوصلوها كما هي شهيرة مولدي مدرب النجم الأحمر بسوسة عاتي ممكن توصياته لحارس المرمى تبدأ الكرة عندك عاتي باس قصير مع المدافع هو اللي نجم ينظم الهجمة أو يبنيها منذ البداية محمد خليفة كرة مخالفة قريبة عكاش على مرمى الأمر الرياضي بالساحلين هل تكون أولى الأهداف بأقدام النجم الأحمر بسوسة جدار من سوسة ملعبيك ستار حديدي اللي قاعدين نشاهدوا فيهم مروان أعمامو بجنبه كذلك وسام بن جابر كابيتانو الأمل الرياضي بالساحلين وسام بن جابر معه مروان أعمامو ينجحوا في التصدي أو لا لكن الكرة تمشي يعني كنت نظن أنه باش يسدد الكرة مباشرة للشباك لكن خير يعني كرة تكون تسديدة أو توزيع قصيرة على جهة اليسار يتفتل لها بتبيع دفاع الأمر الرياضي بالساحلين تمشي كرة من جديد بناء الهجمة في اتجاه وسام بن جابرة مع سيف الجبالي يعطي باس قصير على الكلوار اليسار لكن كأنه يعني يوصل ميتين بالنسبة للنجم الأحمر بسوسة رقم 6 حمزة الشيبي اللي برافو قاعدين نشاهدوا فيه فوق في برشا كرات في وسط الميدان هو بلغ تاع الكره الفكاك تاك تاك وسط الميدان وبطبيعه اذا تفك وسط الميدان اهم حاجه العمود الفقري اللي هو بطبيعه وسط الميدان او تزيد لكن تمشي كره من جديد رامي التميس ممتاز في العمليه الاخيره حسام عماره اللي ما خلاش الكره تمر كان يطالب يعني بمخالفه مهاجم النجم الاحمر جاسر الجوادي باش نرجع الكرة وصلنا مشاهدينا الكرام 10 دقائق وبعض الثواني منذ انطلاق الجزء الاول من هذه المباراة تاي كرة في المنطقة الأمامية لفريق النجم الأحمر على الجهة اليسار مازالت الكرة خطيرة يحاول يرفع الكرة بالمدافع تمشي بسهولة إلى حارس المرمى اللي بنفسه كرة ملعوبة من مهدي العافلي يمشي كرة خطيرة على الجهة اليمين الكرة وأولى الأهداف الهدف الأول للأمل الرياضي بالساحلين رقم 4 مع الكابيتانو ممتاز وسام بن حتيرة يهرب على اليمين يخزر للمرمى ثم يضرب كرة تستقر في الشباك شباك النجم الأحمر بسوسة توا يعني بما أنه سجل الساحلين ممكن بشراو النجم الأحمر بسوسة يحاول يهجم أكثر خاصة وأنه عندهم لاعبين برك الله عليهم عندهم من الإمكانيات الكثير تمشي كرة ملعوبة عجاء اليمين لكن حارس المرمى في خطة ليبيرو يخرج خارج كرة رامي التماس ملعوبة بسرعة من جوهر رحيم على حاول باش يدخل كرة وسط الميدان أو لا خير يخرجها رامية التماس مبدأ السلامة والأمانة خرج كرة إلى رامية التماس هدفية الأمل الرياضي بالساحلين
نلقاو البوراوي الشتيوي عنده 3 اهداف في رصيده، مروان عمام وزوز اهداف. بطبيعة دون اعتبار المباراة هذه والهدف اللي سجله كابيتان وسيم بن جابر، تزيد قوية تستقر في الشباك والكرة تمشي للنجم الأحمر بسوسة، مرة غولة ناجحة لكن يبدو لي فما عرقلة في الكرة الأخيرة والهجمة الأخيرة الومضة الهجومية. الحكم وكذلك يتفتن عماد حمدي، يتفتن وبشكون كرة مخالفة مجنبة على الكاش على مرمى صدام سعيد في شباك المرة ياتي بيت صحلين. هل ينجح النجم الأحمر بسوسة في الوصول لشباك الأمل رياضي بالسحلين؟ أمام الكرة باش يتولى تزيد الرو في أيمن السويح، السويح حتى ميت ثم تزيد لكن ارتماء ممتازة، ممتازة الارتماء الأخيرة من وحش مرمى الأمل رياضي بالسحلين. صدام سعيد يتصدى، تمشي الكرة من جيت على الجهة اليمين، يحاول يتحرك كما قلت الأطراف تتحرك، وإذا تحركت الأطراف للنجم الأحمر باش تكون ممكن الهجمات تختيرة على شباك لسحلين. كان بالامكان فعل افضل من مكان، خاصة وانه مكان كان مناسب لمهاجم ريد ستار محمد او سامي بن سعد، كان في مكان مناسب ممكن كانت تريث حتى الكرة على القاعة ثم سادت تمشي للشباك. على كل حال ماذا بينا بالفعل تكون فما سرعة فما ريتم فما ايقاع، مش حتى المشاهدين الكرام يستمتعوا لكن التسرع لا، تمشي الكرة من جديد لفريق النجم الاحمر على الجهه اليسار، يمشي المهاجم ممتاز لكن تخرج الكره راميه التماس، تواغل الاخير بالكره كان من جاسر الجوادي، جاسر الجوادي التمهيد ثم التسديد، تمشي كره بعيده بعيده التسديد الاخيره. ترتيب يعني المجموعه هذه المجموعه السادسه، نلقاو النجم الاحمر بسوسه المتصدر بسبع نقاط، لعب 3 مباريات سجل 12 هدف وقبل زوز اهداف، بالطبيعة ما نحسبوش الأهداف هذا مشاهدينا الكرام، إذا نحسبوه وقتها يولي قبل 3 أهداف. مستقبل الوردانيين 6 نقاط المرتبة الثانية، الأهلي الساحلي عنده 6 نقاط في المركز الثالث، الرابع إف سي المسعدين 5 نقاط، والأمل الرياضي بالسحلين قاعدين نشاهدوا فيه في المركز الخامس بأربع نقاط، سجل 9 أهداف وقبل 9 أهداف، وقتها شنو الإشكال؟ قاعد يسجل لكن قاعد يقبل في المقابل في الأهداف، وهذا ممكن يعني المدرب الفريق التيجاني العياشي يزمو يحاول يرجع شوية الخريطة الفنية، إذا فما طرقات مفتوحة حاول سكر شوية، أعمل رمز سري في المحطة الدفاعية باش وقتها الكونتير ما يخدمش بالنسبة لهجوم المنافس. تمشي كورة من الجيت للاعب حبيب الصغير، تمشي كورة على الجهة اليمين، يحاول باش يسبق كورته ويفوت اللاعب على مرياتي بن سحلين كما تشاهدوا في الصورة مادي العفلي، لكن الحكم يقول فما مخالفة لمحطة الدفاع لسحلين. يرفع الكرة من مروان عميمو، ترجع من وسط الميدان، كرة قصيرة بين اللاعب حمزة الشابي، ما زالت الكرة لكن تفتك وترجع، هجمة معاكسة على الجهة اليسار لكن التسديدة خير يسدد الكرة لكن الكرة بعيدة عن الشباك، بعيدة على سعيد الصعفي من مواليد 1993 حارس النجم الأحمر بنسوسة. تمشي كرة لفريق الريد ستار، يحاول باش يمرر كرة لكن متفتل ليها في جوهر الحايم، تمشي من جديد لحارس المرمى. يعني فريق النجم الأحمر بنسوسة حاليا قاعد يلعب في الهجمات لكن يلعب بتريث بتأني، وممكن ياسر يعني بالكرات القصيرة هذه نجم يعدل النتيجة، خاصة وأنه في كرة القدم المصغرة كل شيء جاهز. يا مارينا تراحت ماركية ورا بونتو، قلنا تحسمت في الشوط الأول لكن الشوط الثاني المعطيات الكرة تقلبت وهي الكرة تمشي لكن حارس المرمى. برافو برافو لحارس النجم الأحمر بسوسة، وحش مرمى النجم يتصدى سعيد الصعفي، سكر النجم نقولوا الزاوية ما خليش يعني الرؤية تكون واضحة لمهاجم الأمل الرياضي بن سحلين في الهجمة الأخيرة. تمشي الكرة رمية تميز لكن مقطوعة من جديد، مقطوعة من أشرف عياش
أشرف عايش مبدأ السلام ولمين خرجها للتماس ملعوبة من جاور الرحيم، يحاول يدخلها وسط الميدان، تفوت وسط الميدان في مرة أولى ترجع لمناطق الساحلين. كما قلنا هذا الفريق اللي فيه يعني برشا ملعبيه، نفس الشيء بالنسبه للنجم الاحمر بيسوسه، خاصه المهاجم رقم 9 جسر الجوادي ممكن قاعد يتحرك، لكن ما زالت العمليات الهجوميه الخطيره غايبه، ما زالت تسليم، ننتظر الامضاء على الهدف. يلا سجل انت، سجل وانا نوثق لهنا، وهي كره باش تمشي بمخالفه لرمال الرياضي بسحلين. حاليا هدف وحيد في 17 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة وانطلاقة الجزء الأول، وكرة بمخالفة زوز ملاعبية كجدار بالنسبة للنجم الأحمر من جسر وإبراهيم عوني، التنفيذ والأجمل والأروع من حارس المرمى، ممتاز في الكرة الأخيرة، تابع الكرة كانت في طريقها للشباك على الشير اليمين، خير يسدد الكرة، لكن حارس المرمى يقولوا ليه ما يجيش منه، عادل هنا قاعد في الشبكة نستنى في مثل هذه التسديدات ومثل هذه الكرات، مش هرجع الكرة بحارس المرمى. كما قلنا الكرات القصيرة هذه السياسة التكتيكية الكروية اللي قاعد ينتهجها مدرب الفريق النجم الأحمر لسعد غرس، ما تلعبش يعني كرة من حارس المرمى مباشرة تكون كرة على الطول، لا ألعب كرة مع المدافعين والكرة توصل لحارس المرمى. صديم سعيد عنده الكرة يحاول يربح بعض الثواني ثم يخير يلعبها مع مروان عمامو، عمامو تمشي كرة من جديد على الجهة اليسار، لكن أمام الكرة يفوقها يقطع حبيب الصغير، تمشي من جديد في وسط الميدان هذه مرة للأمل الرياضي بالسحلين، يحاول باش يعمل المراوغة لكن غير ناجحة، مراوغة مادي العفلي، تمشي رمية التماس ملعوبة من وسام بن جبرة كابيتان الأمل الرياضي بالسحلين، بداية ولا أجمل ولا أروع يتمناها أي لاعب، خاصة وأنه كابيتان الفريق سجل أول الأهداف للأمل الرياضي بالسحلين. كما قلنا بالطبيعة الميني فوت اللي أصبح عنده دور كبير لإعادة ذكريات أولاد الحومة أولاد البتحة اللي مشيت معاها، ممكن نكهة الكورة الآن، ممكن فرصة باش نراو نكتشفوا على غرار الموسم الفارط ملعبية جد، وهي كرة تمشي في وسط الميدان في مرة أولى مسها يعني اللاعب وسط الميدان أيمن السويح، لكن تتفك وترجع من جديد لفريق الريد السار، تمشي كرة من جديد على الجهة اليسار، تمريرة مخطئة تمشي في مرة أولى ثم مرة ثانية للألوان الصفراء التمهيد، وكانوا يعني باش يسدد الكرة، لكن حارس المرمى ماهيش قوية، الكرة كانت جانبية للشباك، تمشي كرة على الجهة اليسار رقم 8 يحاول يمشي بالكرة الأخيرة محمد أمين الجرماني. كما تسمع ممكن في بعض الإيقاع، بعض يعني من التشجيع مع بعض يعني من الجماهير اللي حاضرة، وماذا بينا بتبعها تكون أكثر حضورا في المباريات القادمة للتشجيع للشحن بطاريات الملعبية، خاصة وأنه موسم الفارت يعني رينا برشا مباريات اللي كانت بلغة الكرة جماهير مولعتها، خليت حتى الأقدام الملعبية على المستطيل الصغير تتحرك تتحرر، وهي كرة تمشي رمية تميس للأمر الرياضي بالسحلين باش يتولى تنفيذها، الهادي فاتح يلعب مع المدافع، مدافع السحلين يبدا الكرة على الجهة اليمين كابيتانو وسيم بن جبري يحاول يطولها، لكن ترجع من جديد من ريد السر، كرة رمية تميس مقطوعة من إبراهيم عوني، خرج الكرة الأخيرة إلى رمية تميس. ننتظر المزيد من الأهداف، خاصة أنه رينا هدف وحيد في هذا الجزء الأول في هذا الشوط الأول. السحلين مشاهدينا الكرام متابعينا كانت يعني لعبت أمام خسارة ليلة جولة فارتة، ربحت 5 بلاش، نتيجة نجم نقول إيجابية يعني خليت حتى معنويات الملعبية في هذه الانطلاقة في هذا الشوط تكون ممكن مرتفعة، بما أنه المنتصر والفائز الوقتي في المقابل النجم الأحمر بسوسة 2-2 قسمة الخيار مع أفسي المسعدين، يعني رجع بنقطة في المقابل السحلين 3 نقاط في الجولة الفارتة، شكون اللي باش يفتك 3 نقاط في هذه المواجهة؟ هاي كرة تنفيذ، لكن حارس المرمى ممتاز يتصدر الكرة الأخيرة أو يبعد كورته كيما جات، مدافع السحلين مادي العفلي ارتباك، وكرة ترجع بالراس من الكابيتانو في مرة أولى،
لكن قبل ذلك فما تدخل على اللعب الامل الرياضي بسحلين. وسام ترجع له من جديد. يلا يا وسام يعطي كره قصيره مروان عميمو يخليها الحارس مرميه يطولها الكره الاخيره الصادمه لسعيد تمشي الهجمه لكن المهاجم يسقط على ارضيه الميدان ما فماش مخالفه تمشي الكره من جديد للنجم الاحمر بيسوسا اقدام رضا السار تتحرك لكن ما زالت نجم نقولوا تائهه تبحث على المنافذ المؤديه لمرمى صدام سعيد النجم نقولوا سعيد في الشوط الاول بما انه ما تسجلش ليه حتى هدف والكره باش تمشي من جديد للنجم الاحمر يركح كورته ثم يلعبها من السوايح ثم تزيد لكن مرت امام الشباك صدام ما زلنا ننتظروا المزيد من الاهداف خاصة وانه يعني بطبيعة التشويق يكون بالتسجيل يكون بالزيارات الرسمية شوط اول ما عدا الهدف فما زيارات ودية لكن ما زالت الاهداف غايبة هدف وحيد ماذا بين يسجل الثاني والثالث ليستمتع بطبيعة مشاهدينا وكذلك الجمهور اللي حاضر في ملعب الساحلين وكرسالة بطبيعة الحال وفما مشروع كبير باش يكون حاضر ماذا بينا الراو يعني ملاعب كرة القدم المصغرة بطبيعة تكون أكثر عدد باش حتى الفرق يلقاو مكان لتدريباتهم وكذلك لمبارياتهم والكرة باش ترجع بعد إسعاف حرس المرمى سلامات يرجع يقوم ترجع الكرة من المدافع كابيتانو يلعب الكرة صاحب الهدف الأول من وسام بن جابر يرفع الكرة لكن تزيد كانت كاد يكون الثاني لكن رجعت من حرس المرمى مباشرة إلى رمية تميس من جديد ماذا بينا الشوط الثاني الريتم أكثر يكون إيقاع التكتيكي أكثر في الشوط الثاني والكرة رمية تميس باش يلعبها هذا الرايسر للساحلين بوراوي شتيوي في مره اولى تتفك ثم في مره ثانيه الحكم شنو يقول الكره لفريق النجم الاحمر بيسوس يقول باش ارجع كما قلنا بالنسبه لهدافي الساحلين نعطيكم زيادة هدافي فريق النجم الاحمر بيسوس محمد جاسر الجوادي 5 اهداف الهدف فارس حمودي 2 اهداف في المقابل بهدف وحيد ياتي من القوم مؤنس السجليلي ايمن السويع حسام حاج عبد الله اشرف فضه وحمزه الشابي تمشي كره من الجيب ملعوبه لكن تمشي ترويج سيء للكره تمشي من الجيب رميه تميس باش يلعبها يلعب الكره الاخيره من بلال بن خليفه تمشي كره على الجهه اليسار لكن يسقط على ارضيه الميدان كما تشاهدوا في الصوره رقم 17 حسام عماره ان شاء الله سلامات ان شاء الله لاباس في التدخل الاخير اللي كان من الظهير الايمن للنجم الاحمر بسوسه بالتحديد اللاعب رقم 12 ايمن السويح شارجع كره للمرة هذه بالسحلين برمية التماس باش تكون كرة عطول من بلال بن خليفة يرفع ثم كرة تمشي من جديد ترجع لفريق النجم الأحمر بسوسة نتيجة وقتية في هذا الشوط الأول التقدم لفريق المرة هذه بالسحلين صاحب الديار الانتصار الوقتي واحدة بلاش تمشي الكرة رمية التماس باش يلعبها إبراهيم عوني مع زميله توصل المهاجم جاسر الجوادي يربح الكرة بمخالفة ممكن تكون آخر فرصة لفريق النجم الأحمر بسوسة في هذا الجزء الأول منذ انطلاقة المباراة من جديد المخالفة تعددت المخالفات لكن الأهداف ما زالت مع الهدف اللي كان للأمل الرياضي بالساحلين عن طريق الكابيتان وفريق وسام بن جابرة مشاهدينا الكرام الشوط الأول واحد بلاش للساحلين أمام النجم الأحمر بسوسة ننتظروا بطبيعة أكثر أهداف في الشوط الثاني والآن أعود بالصورة والصوت إلى الزميل أحمد الفريكي شكرا للزميل فخري الطاهري بالفعل انتهاء الفترة الأولى بتقدم الأمل الرياضي بالساحلين بهدف لصفر هدف من توقيع وسام بن جبرة
كما قلت على حساب ريد ستار سوسة النجم الأحمر بسوسة واحدة بلاش. ديما نحكيه على الجولة الخامسة من بطولة نسمة سوبر ليج. خليني نرجع نذكر بالنتائج الحينية الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي بعد ما كان متقدم في النتيجة بهدف لصفر عن طريق ياسين الشيخاوي من ضربة جزاء مستقبل جابس يرجع ويسجل 3 أهداف كاملة 3-1 لحد الآن، تقريبا أقل من 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني. بالنسبة للمباراة الثانية اتحاد تطاوين متقدم في النتيجة 2-0 على حساب الملعب الجابسي في إطار الجولة 11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكيه على الجولة 15 من الكالشيو الدوري الإيطالي. ساسولو فيورنتينا 3-3، مباراة شيقة انتهت كيف ما قلت 3-3. 43 دقيقة في مباراة أودينيزي أتلانتا 1-1، ومباراة إمبولي بولونيا 1-0 في الدقيقة 42. نذكر ببرنامج الجولة 15 من الدوري الإيطالي 8:30 ميلان يستقبل تورينو، مقابلة أخرى 6 إن شاء الله مباراة جنوة وسبال. نحكيه على الكوبا كوبا ليبرتادوريس 8:30 بتوقيت تونس، مباراة النهائي، مباراة المتعة والإثارة بين زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح لأول مرة في تاريخ اللعبة، في تاريخ المسابقة. نهائي يجمع الغريمين التقليديين البوكا والريفر 8:30 كما قلت بتوقيت تونس. مباراة الذهاب كانت انتهت 2-2 يوم 11 نوفمبر الماضي. اليوم ان شاء الله نتعرفوا على الفائز بالكوبا ونتعرفوا ايضا على الفريق المتاهل لمونديال الانديه اكيد يمثل تونس ويمثل افريقيا. والترجي الرياضي التونسي اللي كان توج بدوري ابطال افريقيا، الترجي البارح كان عقد ندوه صحفيه تحدث من خلالها معين الشعباني وخليل شمام على طموحات الترجي في كاس العالم للانديه، واكد خاصه خليل شمام خلي ملاء الوصول للدور النهائي من المسابقه كاس العالم للانديه وتكون يشرف كرة القدم التونسية والإفريقية والعربية. كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي وأيضا النادي الإفريقي ليلعب أمام الهلال السوداني أمام 40,000 متفرج إن شاء الله مباراة الذهاب في إطار مباراة الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للنادي الإفريقي وأيضا النجم والسي اس اس في دوري في كأس الكاف لكرة القدم. على كل نرجع نحكي شوية على كرة القدم المصغرة ونعطيكم ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة اليوم. مجموعة المستوى الفني فيها متقارب برشا، ديما في الصدارة ريد ستار سوسة 7 نقاط، في المرتبة الثانية مستقبل الوردانيين برصيد 6 نقاط، المرتبة الثالثة مناصيب الأهلي الساحلي بنفس الرصيد 6 نقاط، المرتبة الرابعة FC المسعدين 5 نقاط، وفي المركز السادس الجمعية الرياضية بقصر الهلال برصيد 4 نقاط، المرتبة قبل الأخيرة للأمل الرياضي بالساحلين 4 نقاط، المرتبة الأخرى للنادي الرياضي الشابي برصيد 0 من النقاط. بالنسبة للزوز فرق اللي قاعدين نتابعوا فيهم اليوم على قناة نسمة، بالنسبة للجمعية الرياضية بقصر الهلال كانت انهزمت بخماسية كاملة أمام الأمل الرياضي بالساحلين 5-0، والتعادل الإيجابي 2-2 حسب مباراة ريد ستار سوسة وإف سي المسعدين. خلينا نرجع للزميل فخري الطاهري للتعليق على مجريات الشوط الثاني. شكرا لك زميلي احمد الافريقي. مشاهدي قناه نسمه وموقع نسمه السبور اهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الشوط الثاني من مباراه الامل الرياضي بالساحلين والنجم الاحمر بسوسه. الشوط الاول كان فيه هدف لفريق الامل الرياضي بالساحلين عبر تسديده من جهه اليمين كانت من اقدام كابيتانو الامل الرياضي بالساحلين وسام بن جبره اللي سجل اولى الاهداف، هدف رينيه في الشوط الاول. وماذا بينا الشوط الثاني راو اكثر من هدف، وهي كره تمشي فوق المرمى، مرمى حارس الامل الرياضي بالساحلين صادم سعيد، كره باش ترجع رميه التميس او ضربه مرمى
حسب الحكم. كما قلنا ماذا بينا يعني الشوط الثاني راهو اكثر اهداف خاصه وانه المباراه نجم نقولوا مشوقه في الشوط الاول، رينا فرص مشرتين، فما زيارات وديه لكن الزيارات الرسميه ما عدا الهدف عن طريق وسام بن جبره ما رينيش المزيد من الاهداف. تمشي كرة من جديد لفريق النجم الأحمر بيسوسة في مرة أولى من سامي بن سعد، ثم كرة من جديد رمية تميز هذه المرة للأمل الرياضي بسحلين يلعبها في اتجاه الكابيتانو وسام بن جابر، يخير يلعب كرة قصيرة مع بوراوي شتيوي، كرة ترجع بالرأس مرة أولى من مهدي العفلي، ثم في مرة ثانية إلى المنطقة الدفاعية حاول يلعب كرة قصيرة الأمل الرياضي بسحلين في ثلاث دقائق في هذا الشوط الثاني، ودائما التقدم وقتي وحده بلاش الكره او يسدد الكره بيا الفكره جات حتى مع تصفيق المدرب والملاعبيه للامل الرياضي بالصحلين تزيد جوهر الرحيم. تمشي كره من جهه مقطوعه هذه المره من بلال بن خليفه يحاول يشق الميدان لكن هو التدخل والرشيقه يعني بكل رشيقه يدخل يخرج كورته وسام بن جبره، ترجع كره من جهه للنجم الاحمر بسوسه، كره من ابراهيم عوني مراوغه ممتازه لكن ما زالت الكره دائما في مناطق النجم الاحمر بسوسه، يحاول يخرج بالكره اي كره على جهه اليمين لكن قويه قوية التوزيع الأرضية ما يخلطش عليها دائما اللاعب محمد بن غانم، تمشي كرة من جديد ملعوبة على جهة اليمين لكن يسقط عرضية الميدان يعمل مراذي بالسحلين بوراوي الشتيوي، الكرة لشكون سيد الحكمة، الكرة باش ترجع بمخالفة للنجم الأحمر، باش يلعب الكرة جاسر الجوادي، كرة مجنبة بعيدة شوية على مرمى صدام سعيد، مازلنا ننتظروا بطبيعة باش يتولى اللاعب تنفيذ المخالفة أمامه في المقابل مروان أمامه كجدار، يتلعب الكرة لكن تمشي لحارس المرمى يتصدى الكرة الأخيرة يلعبها بسرعة في وسط الميدان من مهدي العفلي يرجع بها للاعب اليساري بساقه اليسار يلعب رقم 18 اللاعب بوراوي الشتيوي، الكرة ترجع من جديد تخرج رمية تميس للنجم الأحمر بسوسة، كما قلنا يعني بالنسبة لكرة القدم المصغرة اللي بشراو يعني في الأسبوع القادم البث المباشر للمباريات النسائية خاصة وأن هذه اللعبة اكتسحت النجم كولو أذين الشباب حتى صار عندها بطولة وكأس في تونس الموسم الفارط، كان البث المباشر عبر قناة نسمة والموسم هذا زاد يتواصل بطولة نسمة سوبر ليج اللي فتحت النجم كولو الطريق لشبابنا لأولادنا، وهي كرة تمشي من جديد ملعوبة من إبراهيم عوني لكن يربح المخالفة، كما قلنا يعني المستطيل الصغير اللي هو مسرح على أقدام والفن والامتاع، المستطيل الصغير أصبح هو الوجهة نهار السبت يعني ونهار الأحد باش الجمهور يتفرج وكذلك بعض من أولاد الحومة يمارسوا هذه الرياضة كرة القدم المصغرة. تمشي كرة ملعوبة على جهة اليمين من سيف الجبالي ما توصلش كرة إلى زميله ترجع من فكيك وصل ميدان إبراهيم عوني وكرة مخالفة من جديد، مخالفة من جديد للنجم الأحمر بسوسة، كما تراه الروح الرياضية بين زوز الملاعبية من لاعب الأمل الرياضي بن سحلين وكذلك اللاعب رقم 12 أيمن السويح النجم الأحمر بسوسة، كان يعني شوط ثاني استفاقت الجماهير وفما تشجيع كما قاعدين تسمعوا فيه يعني بطبيعه لزوز الفرق. تمشي كره من جديد ملعوبه من اللاعب ايمن السوايع حتى يزيد الاخير لكن بجانب المرمى كما تروا على الصوره اجمل الصوره قاعدين نشاهدوا فيها يعني لاعب الامل الرياضي بالسحلين يطمن على لاعب النجم الاحمر بسوسه من الكابيتان وسام بن جبره، رسالة يعني للروح الرياضية يعطيه الصحة هو أيمن السويح، إذا اللي نحبوا عليه في ماتشوات الميني فوت خاصة وأنه نجم نقولوا صغار كبار نساء رجال الكل يتابع لهذه اللعبة. تمشي كورة على الجهة اليمين لكن التدخل الأخير فيه مخالفة، يبدو لي فيها مخالفة بالطبيعة نتابعوا حكام الشوي يقول كورة باش ترجع لدفاع على مدى الرياضي بالسحلين، كما تسمعوا يعني في هزيج الجماهير اللعبه الشعبيه اللي اصبح بطبيعه عندها انصارها. تمشي كوره
ملعوبة قصيرة من جيسر الجوادي، بدلها كليا على جهة اليمين، ترجع من أيمن السويح مع المدافع، ترجع له من جديد السويح، يلا يا أيمن شنو يعمل؟ أمينو مراوغة أولى ناجحة، والثانية الثاني يلقى أمامه الهادي فتح، الهادي كان في الكرة الأخيرة، غير هادي، خرج الكرة كما جات، رمية تميس، شعبة كالعادة اللعب الحركي أيمن السويح، أيمن السويح هو باش يتولى تنفيذ رمية تميس قريب له حبيبة الصغير، ممكن ياسر يعني تكون الكرة بين حبيبة الصغير وكذلك اللاعب أيمن السويح. شكون كرة رمية تميس؟ 8 دقائق تقريبا الشوط الثاني، ودائما التقدم الوقتي للأمر الرياضي بالصحلين أمام النجم الأحمر بسوسة، هدف مقابل صفر كان منذ الشوط الأول، بتسديدة ساحقة لشباك النجم الأحمر من وسام بن جابر، ما لقاش حتى حل سعيد الصعفي، ويتمشي الكرة رمية تميس العوبة بالراس، حارس المرمى ممتاز يتصدر الكرة الأولى، ما زالت في مرتين لكن يبدو لي تجاوزت خط المستطيل الصغير، وباش ترجع الكرة لفريق المرمى الرياضي بالسحلين، يبدو لي يعني حارس صديم سعد وسعيد كانه يعني مصاب، خاصه وانه يعني نجم يقولوا ثالث مره راوه ملقى على ارضيه الميدان. على كل حال ان شاء الله السلامات وان شاء الله لاباس، ينجم بطبيعة المدرب يقوم بتغييراته، خاصه وانه يعني كره القدم المصغره على طريقه كره اليد تنجم تغير كما تحب، تنجم حتى سته ملاعبيه يخرج يدخل سته ملاعبيه، تشارك يعني كل شبابنا اولاد الجهه اولاد المعتمديه اللي تنقلوا ممكن حتى بعض من الملاعبيه اللي ما عندهمش الامكانيات حتى باش يمارس التدريبات، ولكن رغم ذلك تلقاه يتنقل ويمشي يحاول يمارس هذه الهوايه. باش ترجع الكره لفريق الامر الرياضي بالسحلين بعد اسعاف حارس مرمى الامر الرياضي بالسحلين اللي مازال في اجازه وقتيه، بما انه الشباك نظيفه الشباك بيضاء. باش ترجع الكره حارس المرمى هو باش يتولى تنفيذ الكره، ترجع كرة للمرة هذه بالسحلين، ياخذ راحته وقته ثم يرفع كرة تمشي، ترجع بالراس من المدافع حبيب الصغير إلى زميله سامي بن سعد، سامي وكرة تمشي رمية تميس لقائد فريق السحلين وسام بن جبرة، يلعب في وسط الميدان مع مروان عمامو، كرة في مناطق النجم الأحمر لكن تفتك وترجع من جديد لأقدام فريق الرياضة السار، يتحرك لكن ترجع الكرة لفريق النجم الاحمر من جديد، حاول يعمل تمريره في اتجاه اللاعب ايمن السويح لكن ما تنجحش في مره اولى، رميه تميس يكسبها او يلعبها، وهو من المدافع كالعاده يعني حمزه الشابي، تمريره لكن ما توصلش للمهاجم الفريق، ما زلنا بطبيعه ننتظر ممكن استفاقه بعض الملاعبيه خاصه منتصر الهلولي، بطبيعة معروف مهاراته الفنية وتسديداته، نفس الشيء بالنسبة للاعب رقم 9 جيسر الجوادي لاعب النجم الأحمر بسوسة، هذا اللاعب بطبيعة اللي تعودنا يعني عنده فنيات عنده ومضات هجومية، مازال يتحرك لكن مازالت الهجمات لم تستقر في الشباك بعد، كرة باش ترجع بمخالفة كما ترى يعني حكم يعطي الامتار القانونيه للاعب رقم 20 مروان عميمو امام الكره، في المقابل ابراهيم عوني، ابراهيم يلا يا ابراهيم، والكره تمشي تمشي كره ركنيه للنجم الاحمر على يسار حارس مرمى السحلين لكن تمشي الى الجهه المقابله، لكن هذه المره رميه تميس للفريق المنافس للسحلين، يتحرك على الجهه اليمين لكن الكرة جاوزت خط الميدان خط المستطيل الصغير وتمشي رمية تميس للنجم الأحمر بسوسة، يلعب بكل هدوء رغم أنه يعني مازال متأخر في النتيجة، ملعوبة كرة من لاعب رقم 12 أيمن السويح مع زميله، كرة من جديد إبراهيم عوني يرجع إلى زميله ليسدد الكرة لكن تضرب في بلال بن خليفة، تمشي الكرة رمية تميس ملعوبة بسرعة، حارس المرمى احمد مثلوثي يبدل كليا الى زميله محمد خليفه
على الجهه اليمين، لكن فما ضغط من زوج لاعبين مستحيلين، وهي تفك الكره وترجع هجمه معاكسه خطيره 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 خطيره. الكره وضاعت الكره، ممكن كان في مكان مناسب كاد يسجل الهدف الثاني، لكن الحظ نجم نقولوا كان مع المحطة الدفاعية للنجم الأحمر بسوسة التزيدة. يجاوبني ويجاوب كذلك السحلي رقم 15 إبراهيم عوني. شو يا إبراهيم؟ يلا يا إبراهيم ورينا قدراتك، ورينا في نياتك. ننتظروا بتبيع النجم الأحمر بسوسة باش يرجع يعدل الكفة يعدل النتيجة، وقتها تولي مباراة أخرى، يولي التسابق والتلاحق في النتيجة. حكم يقول ترجع الكرة من جديد، رمية التميس للنجم الأحمر بسوسة، يلعب الكرة الأخيرة فارس حمودي مع زميله، ترجع من جديد فارس باتجاه من السويح. السويح يتقدم بالكرة، يربح على أمبار ثم يبدلها كلين على الجهة اليمين، لكن التزيدة ما كانتش يعني باهية، تمشي خارج الميدان. تزيدة اللاعب إبراهيم عوني. 13 دقيقة مشاهدينا أو في كرة القدم المصغرة، اللعبة الشعبية نجم نقولوا الأولى في تونس، خاصة وأنه نجم نقولوا عادت لنا ذكريات لغة الأحياء، لغة بالعامية الفتاحي. أولاد الفتحة ويكورة، لكن باليسار باليسار الكرة بجانب الشباك. نجم نقولوا جهة اليمين بالنسبة للنجم الأحمر بسوسة هي الطريقة المؤدية لمرمى عمر أحمد شويرة بالواو. بطبيعة ما نعرفوش لقب هذا، علاش يعني بطبيعة زملائه وهكا حتى يحبوا التسمية ويحب الملقب بالواو. وهي كرة تمشي من الجيل فصل الميدان، تمريرة قصيرة من عمامه لكن تتفك وترجع لأقدام النجوم تتحرك على الميدان. مراوغة ممتازة برشا، مزيان الكرة الأخيرة، ممتاز ممتاز حارس المرمى. هجمة هجومية، حارس المرمى يتصدى للكرة الأخيرة. نجم نقولوا أخطر فرصة في الشوط الثاني كانت من أقدام اللاعب جاسر الجوادي، لكن حارس المرمى عمر أحمد يؤجل الكرة الأخيرة بما أنه اللاعب متوقف. الصغلون أعطوا زيادة معطى لمتابعينا على أنه تم تأسيس أول نادي لكرة القدم المصغرة النسائية في بنقردان، يعني حيث قام عدد من المهتمين بالشأن الرياضي في جهة بنقردان بتأسيس أول نادي نسائي لكرة القدم المصغرة تحت مسمى أولمبيك بنقردان. تعودنا بفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان في كرة القدم المحترفة، لكن تسمية جديدة لهذه المنطقة لهذه المدينة أولمبيك بنقردان، حيث سيصعد بطبيعة الفريق إلى المشاركة في التظاهرات القادمة في كرة القدم المصغرة النسائية اللي باش تنطلق الأسبوع القادم، باش يكون بطبيعة النقل المباشر للمباريات. اليوم على فكرة كانت فما مباراة نسائية مقابلة ودية بين سليانة ومكثر، نجم نقولوا ديربي الشمال الغربي، 4-2 لسليانة أمام مكثر. يعني حتى الفرق كرة القدم المصغر النسائية بدأت تتحذر من توا قبل ما ينطلق، يعني قبل ما تنطلق نجم نقولوا البطولة. وهي كرة تمشي من جديد حارس المرمى، ترجع المباراة من جديد، وكرة ليقدم النجم الأحمر بسوسة في مرة أولى، ثم كما جيت من أشرف عياش خارج المستطيل خارج الملعب. عمر أحمد الكابيتان يمشي للكره والمشتول التنفيذ، يعني من حركاته كانه يعني يطلب من زملائه يحاولوا يمشوا يحتلوا مناطق النجم الاحمر بسوسه، يكونوا يعني في الامتار الاماميه. والكره تمشي من جديد لفريق النجم الاحمر بسوسه، لكن كره يبدو لي خرجت رميه التماس، وكذلك رميه التماس في وسط الميدان. الكره للامر الرياضي بالسحلين، حسام عمارة يلعبها مع الزميل في مرة أولى، ترويض كرة من بلال بن خليفة، ثم تمشي كرة كونتر اتاك للنجم الأحمر بسوسة، لكن التغطية حاضرة ممتازة من المحطة الدفاعية للنجم نقولوا صامدة كالجبال الشامخ، محطة دفاعية متماسكة للأمر الرياضي بالسحلين، بما أن
ما قبلتش ولا هدف حاليا في هذه المباراة. تمشي كرة من أقدام حمزة شايبي ثم كرة على الجهة اليمين، لكن الكرة تمشي إلى ثربة مرمى قبل 8 دقائق من نهاية هذه المواجهة، من نهاية هذه المقابلة. ودائما التقدم الوقتي لصاحب الديار أمام الضيوف أمام الزوار في ديربي الساحل. تمشي كرة من حارس المرمى إلى رمية تماس، لعبة كرة القدم المصغرة اللي قاعدة في كل مرة يعني تعطينا حتى الفرصة باش نتعرفوا على بعض المعتمديات وبعض كذلك من المدن. وهي كرة تمشي من الجيد عجية اليمين، تسديدة قوية، تسديدة قوية، لكن حارس عمر احمد حاضر يخرج كرة رمية تميس العوبة ثم خير التسديد من الجيد هذه المرة، لكن بعيدة بعيدة الكرة الأخيرة تمشي تجيب رمية تميس لفريق النجم الأحمر بسوسة. هاي تمريرة خطيرة خطيرة على الجهة اليمين في مرة أولى ثم في مرة ثانية حارس المرمى، حارس المرمى وحش شباك الأمر هذه بالسحليم، ما خليش الكرة تبر، ما خليش تستقر في شباك. هاي ترجع الكرة بالراس على الجهة اليمين للأمل الرياضي بالسحلين، لكن أمام الكرة إبراهيم معوني يخرج كرة مبدأ السلام والأمانة، خرج كرة لركنية على يسار حارس مرمى النجم الأحمر بسوسة، تسديدة في مرة أولى لكن ماهيش قوية، تفتك وترجع للنجم الأحمر، لكن قبل ذلك الحكم يقول مخالفة لعب بسرعة، حاول يسرع توا في الهجمة النجم الأحمر بسوسة خاصة وأنه يلعب ضد النتيجة وكذلك ضد الوقت. وهي كرة تزيد في دين حارس مرمى، في دين عمر أحمد، قراءة فنية ممتازة لحارس مرمى الأمر الرياضي بالسحلين، تصدى البرشا كرة الهدف الثاني، الهدف الثاني للأمل الرياضي بالسحلين، الهدف الثاني للأمل الرياضي بالسحلين، هذه المرة من بلال بن خليفة، بلال بن خليفة يمشي إلى الجهة اليسار ثم يضرب كرة تمشي إلى شباك النجم الأحمر بسوسة. اثنين بلاش في 19 دقيقة 20 ثانية وقت النجم، بطبيعة الحال حتى الأمر الرياضي بالسحلين بما أنه صاحب الديار نعطوه الدخلة متاعه. أنا حبي للكرة بدا من السحلين وفي السماء باش يجي نهار ونطير، نحب نولي جوير من حديد بقدامي نصوريكم أحلامي ونوريكم أمالي. أنا شاب زويلي تغرمت بالكرة، تربيت في حومة عربي من فلت حتى تكويرة، ما عنديش نلعب في المدينة أما ما نبيتش أقدامي حزينة ولا هدف الثالث، ما نبيتش أقدامي حزينة والكرة بأقدام. هذه المرة التسديدة الساحقة الأخيرة الهادي فالح، الهادي فالح يضرب كرة تمشي للشباك كما قلنا يعني ما نبيتش أقدامي حزينة. البطحة خرجت رجال رغم تعدد يعني الأجيال، يا حسرة على يمات العقرب يتمين طرق ذياب مهدي بن سليمان السليمي بقديدة عطوقة الوعر، الأسماء بطبيعة الحال كثيرة وذكرياتهم في قلبنا وذهننا مرسومة، واليوم فرصة باش نعاودوا نكتشفوا أولاد البطحة أولاد الحومة اللي علاش ليه يعني ما يوليوش نهار أسطورة، بداوها من المستطيل الصغير علاش ليه ما يحطوش في قلوبهم ويوصلوا يوريونا بطبيعة الحال في قادم الأيام الموهبة الكروية لكل لاعب منهم. هاي تمشي كرة من مروان عمامو يرجع بها لكابيتانو وسام بن جبرة، كرة على الجهة اليسار تمشي مباشرة خارج الميدان من جيت. 21 دقيقة أو في قناة نسمة أو في لعبة الشعب، ودائما ثلاثة بلاش نتيجة وقتية ما كيفاش لصاحب الديار. هاي تمشي كرة مقطوعة في مرة أولى من لاعب مهدي العفلي وكرة من جيد رمية تميس، إخراجها إلى التميس خاصة وأنه كان ثم متابعة هجومية من جسر الجوادي لاعب النجم الأحمر بسوسة، ترجع الكرة بكل شراسة يعالك على كورته ثم يفوكها تخرج رمية تميس من أمين الجملي. تمشي الكرة من جديد بناء الهجمة من المحطة الدفاعية، بدل على اليسار إبراهيم عوني على اليمين يخلط على الكرة ولا لا، كرة تمشي رمية تميس، رمية تميس الهادي
او مادي عقلي ولعبها تمشي كوره بهجمه معاكسه والكوره والهدف الاول. الهدف الاول للنجم الاحمر بيسوسة. جمله تكتيكيه كرويه بديت من المناطق الدفاعيه ممتازه تستقر في الشباك. هذا اللي نحبوا عليه 3-1. ما زالوا 3 دقائق كل شيء ممكن. علاش ليه يعني ما ينجحش النجم الاحمر بيسوسة من تعديل النتيجه؟ 4 أهداف حاليا في هذه المباراة وننتظر المزيد. تمشي كورة لفريق النجم الأحمر بسوسة، فكرة ممتازة التسديد لكن مست حارس المرمى اللي بدلها وجهتها. تمشي ركنية من لاعب جاسر الجوادي يرفع حارس المرمى، حارس المرمى لكن التسديدة تمشي بعيدة. تعودنا به خاصة في الملاعب الأوروبية وقت يبدأ بتبيع الفريق خاسر منعزم نجم يحاول يساند زملائه في المناطق الهجوميه ورينا منها برشا اهداف جميله. هاي تمشي كوره لفريق الامر الرياضي بالسحلين، يحاول يدور بكورته امين الجملي لكن امامها الكره الاخيره جاسر الجوادي. تنفيذ التسديد حارس المرمى من جديد. برافو لحارس النجم الاحمر بسوسة رغم انه قبل 3 أهداف الا انه فسخ العديد من الاهداف. هاي تمشي كوره تفتك خطيره للامل الرياضي بالسحلين، ترجع في مره اولى لكن فما المخالفة. يعطيهم الصحة كما تراو في الملعبية رغم انه يعني النجم الاحمر بسوسة منعزم لانه يطلب التسميح من بورا ويشتوي. كرة مخالفة مجنبة مهدي العفلي، مهدي بجنبه لاعب رقم 15 اللي يخليه الهادي فالح. تمشي له التمهيد الهادي فالح، الكرة تزيد لكن تمشي لفريق النجم الاحمر بسوسة بمخالفة على الجهه اليسار يلعبها. كره تتحرك من الاطراف من اقدام لاعب ايمن السوايح. امينو يبدل الكره لكن تمشي مخطئ، ترجع للمناطق الدفاعيه يغطي على كورتو لاعب الفريق محمد خليفه. محمد خليفه تمشي كره كونتر اتاك لمرياتي بالسحلين، حاول يعطي كره الى زميله في مره اولى. ما زالت كره خطيره لكن حارس المرمى، حارس المرمى يسكر المنافذ المؤديه لمرميه وترجع كره من جديد. أجمل معاكسة نجم نقولوا آخر 5 دقائق المباراة تولعت سخنت أكثر بلغة الكرة. مش الدين هجمات هجمة بهجمة والكرة تمشي تزيد لكن عند المدافع من الكابيتان وسيم بن جبرة إلى أمين الجملي يبدل هز راسه يعني قال مهاجم حسام عمارة حب يوصل الكرة لكن ما توصلش في مرة أولى. ما زالت الكرة لأقدام الألوان الصفراء في مناطقه، يحاول يصعد يربح الأمتار في مناطق فريق النجم الأحمر بسوسة. تغطية من المدافع محمد خليفة، كرة ركنية للأمر الرياضي بالسحلين أو يرفع سيف الجبالي. مازالت الكرة دائما للأمر الرياضي بالسحلين يحاول يسجل الهدف الرابع. 3-1 كما قلنا حاليا نتيجة المباراة تقبل بعض الثواني من نهاية مباراة ديربي الساحل في إطار الجولة 5 من المجموعة السادسة بين الأمل الرياضي بالسحلين اللي يتقوى في المرتبة 5 ب4 نقاط والنجم الأحمر بسوسة اللي هو المتصدر المجموعة ب7 نقاط. تمشي كرة من جهة مقطوعة يلعبها سيمي بن سعد، تمريات قصيرة مرسومة من أقدام الرد السار. مازالت كرة ممتاز مهاجم الفريق تحرك جاسر الجوادي، كرة اختيار النجم الأحمر بسوسة أو باش يعطي كرة ممكن لزميله شنو يعمل، يحاول باش يعمل مراوغة لكن دفاع النجم كله من حديد من لعب السحلين سيف الجبالي. ما خلاش يمر، ما خلاش ياخذ راحته يربح المخالفة. وكأنه نجم نقولوا حاليا يعني المباراة حسمت، انتصار ممكن داخل الديار باش يوعش ماكينة السحلين يخليها حتى أكثر تكون أكثر قوة تكتيكية في قادم المباريات. النجم الأحمر بسوسة قاعد يقدم في مباريات ممتازة، كرة جميلة وطبيعة إن شاء الله تكون استفاقة في قادم المباريات. هاي كرة تمشي هذه المرة عن طريق قديم سيف جبالي لكن كرة بعيدة. تقريبا دقيقة من الوقت الإضافي ودائما 3-1. تمشي كرة بين الأجمة من جديد، كرة ملعوبة من محمد خليفة في اتجاه أشرف عياش، 1-2 مع زميله إلى محمد أمين القرماني وكرة بعيدة. كرة بعيدة تمشي من جديد حارس مرمى الأمل الرياضي بالسحلين عمر رحمت اللي قبل هدف وحيد في هذه المباراة في المقابل
حارس النجم الاحمر بسوسه سعيد الصافي اللي قبل ثلاثه اهداف تمشي كوره يبدو لي باش تكون اخر فرصه تقطع وتمشي كوره من جديد في وسط الميدان الامل الرياضي من مروان عمامو او يرفع يعطي كوره قصيره على جهه اليسار والهدف هدف يعني خطا من المدافع النجم الاحمر بسوسه الهدف الرابع 4-1 4-1 كرة والأجمل والأروع من مروان عمامو الهدف الرابع 4-1 5 أهداف وكأنه نجم نقولوا الرسالة وصلت في الشوط الأول قلنا ماذا بينا تكون الشوط الثاني الفترة الثانية فيها أكثر أهداف الملعبية يجاوبونا على أرضية الميدان يسجلوا في الشوط الثاني 4 أهداف وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نهاية المباراة ديربي الساحل بين الأمل الرياضي بالسحلين والنجم الأحمر بسوسة 4-1 للأمل الرياضي بالسحلين برافو للملاعبية كل السحلين وكذلك النجم الأحمر بسوسة مباراة ممتعة رينا فيها برشا كورة مشاهدينا الكرام ديما تابعونا خاصة الأسبوع القادم باش نراو مباراة نسائية والآن باش نرجع بالصورة والصوت إلى الزميل أحمد الفريك